شرطة ممتاز ليلى زوين، رئيسة مصلحة الأدلة الجنائية الرقمية والتصوير بالمديرية المركزية للشرطة القضائية، المديرية العامة للأمن الوطني. رواق الجرائم السيبرانية أو الجرائم الإلكترونية هو رواق الهدف منه تحسيس الزوار بمخاطر الجريمة الإلكترونية عبر تقديم شروحات حول أشكال وأنواع هذه الجرائم، الأساليب الإجرامية المعتمدة في قضايا النصب عبر الإنترنت، التشهير، الابتزاز، قرصنة الحسابات، الولوج غير المشروع لنظم معالجة الآلية المعطيات وغير من مجموع الجرائم السيبرانية. إذا نقوم بتقديم شروحات حول القوانين المغربية التي تجرم هذه الأفعال الإجرامية، مع التعريف والتركيز على المجهودات التي تقدمها والتي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل مكافحة الجرائم السيبرانية. قضاء الجرائم الإلكترونية أو رواق الجرائم السيبرانية هو مقسم إلى فضاءين، فضاء كيف ما كتشوفوا لي هو خاص بالأطفال، وآخر فضاء ثاني خاص بالشباب والبالغين. فبالنسبة مثلا للأطفال فكنقدموا لهم مجموعة من الشروحات، بداية من اختبار اللي كنوفروه لهم. هذا الاختبار اللي هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة حول الاستعمال الآمن للإنترنت بصفة خاصة بصفة عامة ولمواقع التواصل الاجتماعي بصفة خاصة. دونك الأطفال عندهم الاختيار في التطبيق أنهم يختاروا يا إما اللغة العربية أو الفرنسية من أجل اجتياز الاختبار، وفي الأخير نناقش معهم الأسئلة والأجوبة الصحيحة من أجل استعمال آمن للإنترنت. مريم العراقي، مراقب عام، رئيسة مصلحة القضايا المسة بالأسرة والأخلاق العامة، مديرية الشرطة القضائية. هذا الرواق كما لاحظتوا فيه خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، وفيه حماية القاصرين، دونك فيه فضاءين، فضاء خاص بالنساء. المهمة ديالنا هو التعريف بالمجهودات ديال المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مناهضة العنف ضد النساء، كذلك بالآليات الموضوعة، رهن إشارة العموم خاصة النساء من قبل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، كيفاش يتوجهوا لها منين تكون المرأة ضحية عنف أو لا هي الشاهدة على عنف. إذا هذا الرواق مخصص للتحسيس بهذا العمل اللي تقوم به المديرية العامة للأمن الوطني. نعيمة أميراس، عميد شرطة ممتاز بالإدارة العامة للأمن الوطني. الإدارة العامة للأمن الوطني خصصت 54 وحدة متنقلة في جميع جهات المغرب، منقسمة على حسب المناطق الأكثر طلبا للبطاقة الوطنية الإلكترونية. هذه الوحدات تعمل على تقريب الخدمات التي يمكن من خلالها إنجاز البطاقة الوطنية، تم تخصيصها في جميع المناطق في المغرب. هذه الوحدات تسهل على ساكنة المناطق النائية إنجاز البطاقة الوطنية.